بسم الله الرحمن الرحيم، طلبة السنة الثالثة، السلام عليكم. إذا مع التمرين الآخر حول المتابعة عن طريق قياس الناقلية، نص التمرين يقول إن إماهة 2 كلورو 2 ميثيل بروبان هو تفاعل بطيء وتام. معادلة التفاعل منمذج للتحول هي، إذا أعطونا هذه المعادلة بالنسبة للمركب هذا اللي هو 2 كلورو 2 ميثيل بروبان، هذا مركب عضوي، الاسم تاعو هذا هو الطويل اللي عندنا هنا، والصيغة تاعو هي هذه. إذن هذا المركب راح نتعامل معه كمتفاعل فقط. تفاعله مع الماء يعتبر تفاعل إماهة، نقول تمييه هذا المركب، حيث يعطينا في النواتج يعطينا هذا عبارة عن كحول، ولدينا الشوارد H3O زائد والCl ناقص. إذن هذا التفاعل اللي هو تفاعل الإماهة هو تفاعل بطيء وتام. إذا كما قلنا سابقا هذا المركب راح نتعامل معه كمتفاعل، نقدر نختصره بالاختصار الثاني، ندير مثلا R Cl بمعنى نعتبره كامل هذا الكتابة، نعتبرها كجذر ولدينا مرتبط بالكلور بذرة كلور. إذا راح نختصره بهذه الكتابة فقط من أجل التمرين. إذا في اللحظة تساوي الصفر أدخلنا كمية قدرها أن صفر تساوي 3.7 × 10⁻³ مول من هذا المركب اللي هو 2 كلورو 2 ميثيل بروبان في بيشر يحتوي على 50 مليلتر من الماء المقطر، حيث الماء المقطر هنا كمية زائدة. ثم أدخلنا في المحلول خلية قياس الناقلية. إذا عدنا كأس بيشر يحتوي على 50 مليلتر من الماء، وأضفنا إليه كمية قدرها أن صفر من هذا المركب اللي هو RCl اللي سميناه، اللي هو هذا المركب العضوي اللي هو 2 كلورو 2 ميثيل بروبان. إذا راح يحدث تفاعل إماهة، معناه هذا راح يتفكك إلى كحول وشوارد H3O زائد والCl ناقص. ثم في هذه الحالة درنا جهاز قياس الناقلية، معناه درنا المسبار الخاص بجهاز قياس الناقلية، لدينا مثلا جهاز موجود هنا يقيس لنا الناقلية سيجما. إذا في اللحظة تي تساوي الصفر وجدنا الناقلية النوعية والسيجما تساوي الصفر، معناها في البداية كانت صفر، وفي اللحظة تي تساوي 400 ثانية وجدنا الناقلية سيجما فينال تساوي 9.1 ملي سيمنز على السنتيمتر، وبقيت ثابتة بعد ذلك. إذا بمعنى هذه هي الناقلية النهائية. السؤال الأول، اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية. ثانيا، أنشئ جدولا لتقدم التفاعل. ثالثا، حدد قيمة التقدم الأعظمي. ثم رابعا، بين أنه يمكن كتابة الناقلية النوعية بالشكل سيجما تساوي ك في إكس لتي، حيث ك ليس ثابت الخلية وإنما ثابت يطلب تحديده. خامسا، بين أنه في اللحظة يعطى التقدم بالعلاقة إكس لتي يساوي إلى سيجما لتي، أي سيجما في أي لحظة على سيجما فينال في آن صفر. السؤال السادس، ألف، في اللحظة تي واحد مثلا كانت الناقلية النوعية للمزيج هي 5.1 ملي سيمنز على السنتيمتر، مطلوب هو أحسب التقدم عند هذه اللحظة إكس عن تي واحد. ب، استنتج كتلة هذا المركب اللي هو 2 كلورو 2 ميثيل بروبان غير المميهة عند هذه اللحظة. والمعطيات عندنا بالنسبة للكتلة المولية 92.5 غرام على المول بالنسبة لهذا المركب، وكذلك لدينا بالنسبة للناقليات المولية الشاردية لدينا لندا تاع H3O زائد تساوي إلى 35 ميلي سيمنز في المتر مربع في المول ناقص واحد، كذلك بالنسبة للشاردة الثانية اللي هي Cl ناقص تساوي إلى 7.6 ميلي سيمنز في المتر مربع في المول ناقص واحد. إذا نرجع للسؤال الأول، إذا كان مطلوب هنا اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية. إذا قلنا طريقة قياس الناقلية كطريقة للمتابعة نخدم بها فقط عندما يكون لدينا شوارد في التفاعل، بمعنى سواء كانوا متفاعلات أو نواتج. لاحظ هنا خلال معادلة التفاعل، نمحو هذا، لاحظوا خلال معادلة التفاعل لدينا شاردة H3O زائد شاردة الهيدرونيوم وشاردة الكلور كنواتج. إذا مادام عندي هنا شوارد راح نقدر نتبع عن طريق قياس الناقلية، بمعنى إذا يمكن متابعة هذا
التحول عن طريق قياس الناقلية لوجود الشوارد اللي هما H3 أو زائد و Cl ناقص المسؤولة عن نقل التيار في المحال الشاردي، التيار في المحاليل الشاردي، حيث هنا راح نتحصل على محلول شاردي والمسؤول عن نقل التيار فيه هو الشوارد وبالأخص شاردات H3 أو زائد و Cl ناقص اللي راهم ينتجوا. السؤال الثاني قال لي أنشئ جدول لتقدم التفاعل، إذا راح نديرو جدول التقدم هنا، إذا جدول تقدم التفاعل، إذا نكتبو هنا معادلة التفاعل لدينا، راح قلنا نختصرو هذاك المركب نديروه بشكل هكذا RCl يتفاعل مع الماء ويعطينا ROH. هذاك الكتابة درتها R اختصارا كجذر، ثم H3O زائد زائد Cl ناقص Cl ناقص. إذا بالنسبة لهاد المركب كمية المادة نتاعو هي N0 اللي عطاوها لنا اللي هي 3.7 × 10⁻³ مول. بالنسبة للماء قال لي بوفرة، معناها راهو بزيادة كمتفاعل لكنه بزيادة. بالنسبة للمركب هذا لدينا في الحالة الأولى صفر صفر وهنا صفر، هنا لدينا ان صفر ناقص اكس، لاحظ العدد هنا ستوكيومتري هنا واحد، ثم هنا لدينا يظهر اكس وهنا يظهر اكس يظهر اكس، ثم ان صفر ناقص اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس ثم اكس ماكس. ثم السؤال الموالي قال لي احسب او حدد قيمة التقدم الاعظمي، لاحظ هنا بما ان الماء قال لي بزيادة راح يبقى فقط المتفاعل هذا، إذا راح نحسب التقدم الأعظمي انطلاقا من الخانة الأخيرة نتاعها. إذا حساب إكس ماكس، إذا معناه إذا اختفى هذا المركب راح تولي عندنا ان صفر ناقص إكس ماكس تساوي الصفر، ومنه إكس ماكس تساوي إلى ان صفر وتساوي إلى القيمة اللي عطاوها لنا 3.7 × 10⁻³ مول. إذا هذا بالنسبة للتقدم الأعظمي. ننتقل إلى السؤال الموالي، إذا رابعا قال لي يمكن أو بين أنه يمكن كتابة الناقلية النوعية بالشكل سيجما تساوي ك في إكس لتي في تقدم التفاعل في أي لحظة، مطلوب هو حدد ثابت ك، ثابت ك هذا ليس ثابت الخالية فقط، هذا كثابت نقدر نسمو أي تسمية، فقط في المثال هنا درناه ك لكن لا نقصد به ثابت الخالية. إذا نحاولوا نستخرجوا ك اللي هو ثابت التناسب بين سيجما واكس ليتي. إذا نديروا عبارة الناقلية، نعرفوا عبارة الناقلية حسب قانون كولوروش تساوي الناقلية النوعية الشاردية لكل شاردة في تركيزها. إذا نجاوبوا على السؤال هنا في الأسفل، إذا لدينا إذا رابعا إثبات أو إيجاد العبارة، إيجاد العبارة x لتي أو سيجما لتي تساوي إلى ك في x لتي. إذا لدينا العبارة تاع سيجما لتي، إذا سيجما لتي ماذا تساوي؟ تساوي لندا، وحنا عندنا الشوارد هي H3O زائد في تركيزها في H3O زائد زائد لندا الشاردة الثانية Cl ناقص في تركيزها اللي هي Cl ناقص. إذا حنا لازم ندخلو x هنايا في هذه العبارة، إذا هاد التراكيز نحوس عليهم من جدول التقدم. إذا من جدول التقدم ماذا لدينا؟ إذا من جدول التقدم عندنا بالنسبة لH3O زائد وبالنسبة لCl ناقص، نمشيو جدول التقدم نشوفو بلي بالنسبة لH3O زائد في كل لحظة لدينا يظهر X، وهذه كذلك Cl ناقص في كل لحظة يظهر X، معناه كمية مادة NH3O زائد هي نفسها كمية مادة Cl ناقص وتساوي في كل لحظة إكس لتي. إذا نكتب هذا، إذا لدينا كمية مادة H3O زائد تساوي إكس لتي، وتساوي كذلك بنفس الطريقة كمية مادة Cl ناقص دائما حسب جدول التقدم. إذا هذه كمية المادة نحتاجها احنا في مكانها التركيز، إذا نقدر نكتب عبارة التركيز، إذا لدينا
ان تاع سي ان ناقص هي تركيز سي ال ناقص في الحجم، لان نعرفوا بلي كميه الماده تساوي سي في، بمعنى التركيز في الحجم. وهنا الحجم تاع الوسط التفاعلي سميه بي ولا بي توتال نفس الشيء. اذا واش يساوي؟ يساوي كذلك كميه ماده او تركيز اش 3 او زائد في اي لحظه في الحجم، ويساوي اكس لي تي. اذا من هذه العباره نستنتج مباشره ان تركيز اش 3 او زائد يساوي تركيز سي ال ناقص، ويساوي اكس لي تي على في، معنى نقسم كل الاطراف على الحجم. اذا يبقى لي تراكيز تساوي اكس لي تي على في. اذا نعوضوا في مكان هذا التراكيز، نعوضوا في المكان تاعهم هنا في العباره. اذا تكون عندنا سيجما لي تي ماذا تساوي؟ اذا تساوي اكس، اذا لندا اش 3 او زائد في اكس لي تي على في، هذا بالنسبه لاش 3 او زائد، زائد لندا تاع سي ان ناقص في اكس لي تي على في. اذا نقدروا هنايا نخرجوا اكس لي تي عامل مشترك. اذا سيجما لي تي تساوي، اذا لندا اش 3 او زائد زائد لندا سي ال ناقص، نقدر هادو كامل نقسمهم على في، ندير مقام مشترك في اكس لي تي. اذا لاحظ ان هذه العباره هي هذه اللي هي عباره عن ك في اكس لي تي اللي هي المطلوبه، حيث ك ماذا يساوي الان؟ اذا ك يساوي كامل هذه العباره اللي هي لندا اش 3 او زائد زائد لندا سي ال ناقص على الحجم على في. اذا تحديده او حسابه، اذا نعوض تعويض عددي فقط، هذا الثابت كم ماذا يساوي؟ اذا لدينا لندا حسب المعطيات تاع 10 زائد، هذه 35 ملي سيمنز في المتر مربع في المول ناقص 1، اذا هذه 35 هنا 7.6. اذا نعوض هنا، اذا لدينا 35 في 10 اس ناقص 3 نحولها من ملي سيمنز للسيمنز، زائد 7.6 في 10 اس ناقص 3. والحجم الوسط التفاعلي هو نعتبره دائما هو حجم الماء اللي هو 50 مليلتر. اذا 50 في 10 اس ناقص 3 راح نحولها للتر، ومن اللتر نحوله للمتر مكعب، معناها نضربه كذلك في 10 اس ناقص 3، معناها عندنا 1 متر مكعب يساوي الى 10 اس 3 لتر. اذا بغيت نحول الان من لتر من 1 لتر الى المتر المكعب، اذا راح نضربه في 10 اس ناقص 3 باش يعطينا بالمتر المكعب. اذا هنا هذه حولناها للتر، لان عندنا 50 مليلتر في 10 اس ناقص 3، ثم ضربناها في 10 اس ناقص 3 باش نحولها الى المتر المكعب، لان في الناقليه الحجم نحسبه بالمتر المكعب وليس باللتر. اذا كتعويض عددي راح نصيبه اذا حسابيا نجد 852. بالنسبه للوحده لدينا بالنسبه لهذه، بالنسبه للاندا عندنا سيمنز في المتر مربع في المول ناقص 1، وراهي على المتر مكعب. اذا راح نختزلوا هنا متر مربع مع متر مربع، تبقى متر ونطلعوها لفوق تولي متر ناقص 1، معناها الوحده هي السيمنز في المتر ناقص 1 في المول ناقص 1. العلاقه هي سيجما لي تي تساوي 852 اكس لي تي، وهي العبارة المطلوبة. نروحوا للسؤال الموالي. لدينا قال يبين انه في اللحظة تي يعطى التقدم بالعلاقة التالية، اذا اكس لي تي معناه التقدم في اي لحظة يساوي الى سيجما في اي لحظة على سيجما في نال في ان صفر، اللي هي كمية مادة المتفاعل هذا اللي ندرسه فيه. اذا حتى نثبت هذه العلاقه، اذا نحدد لدينا انطلاقا من السؤال السابق، لدينا سيجما لي تي تساوي الى ك في اكس لي تي. اذا اثبات العلاقه الان. اذا لدينا من السؤال السابق لدينا سيجما لي تي واش تساوي الى كافي، هذا عبارة عن ك، إذا كافي إكس لي تي نقدروا نعوضه بالعبارة نتاعو. كي نوصل للحالة النهائية تكون عندي سيجما في نال تساوي إلى كافي إكس في نال.
إذن نسمي هذه علاقة واحد وهذه العلاقة اثنين. إذن بقسمة واحد على اثنين نجد احنا رانا بغي نجيبو العلاقة بين هذه بين إكس وبين سيجما دي تي وبين سيجما فينال وبين ان صفر اللي هي في المثال تاعنا دوك نشوفها اللي هي نفسها اكس فينال. اذا راح نقسمو هذه على هذه باش نتخلص من ك هذا. اذا راح جينا سيجما لي تي على سيجما فينال ماذا تساوي؟ اذا تساوي ك على ك في اكس لي تي على اكس فينال. اذا راح نختزل ك مع ك وتبقى لي هذا المقدار. نقدروا من نخرجوا اكس لي تي راح ننقلوا هذه كما راها للطرف الثاني. إذا راح في المقام تولي في البسط. إذا هنا إكس لي تي ماذا تساوي؟ إذا تساوي سيجما لي تي معنى سيجما في أي لحظة على سيجما فينال في إكس فينال. وحنا نعرفوا باللي في الإكس فينال ما هي؟ إكس فينال حسب نص التمرين لدينا هنا متفاعل محيط معنى إكس فينال هي إكس ماكس وهي نفسها أن صفر اللي حسبناها سابقا في السؤال الأول أو السؤال الثاني. إذا إكس فينال اللي هنا هي نفسها إكس ماكس وتساوي إلى أن صفر اللي هي 3 في 7 في 10 أس ناقص 3. إذا نجاوب على السؤال هنا. إذا كنا وصلنا لهذه العلاقة فقط في مكان إكس فينال راح نديرو أن صفر. إذا نكتب نعلم أن إكس فينال تساوي إلى إكس ماكس وتساوي إلى أن صفر ومنه x لي تي ماذا تساوي؟ تساوي إلى سيجما لي تي على سيجما فينال في مباشرة ان صفر وهي العلاقة المطلوبة أو المطلوب إثباتها اللي هي هذه. إذا لاحظوا هنا بالنسبة لهذه العلاقة هنا في التمرين ما عطاوناش جدول القياسات لكن هذه الطريقة هي طريقة المتبعة عن طريق قياس الناقلية. بمعنى لو قسنا الناقلية في لحظات مختلفة ودرنا جدول هذه الناقلية اللي في لحظات مختلفة هي هذه. ننشئ جدول آخر خاص بتقدم التفاعل حيث تقدم التفاعل نحسبه انطلاقا من القيم السابقة. معناها تكون عندنا جدول بهذا الشكل هكذا. هنا عندنا اللحظات تي هنا عندنا مثلا سيجما لي تي وهنا عندنا اكس لي تي. إذا في لحظات مختلفة نكون حاسبين مثلا الناقلية وبغينا نخرجوا اكس لي تي بمعنى انطلاقا من الناقلية نخدموا بهذه العلاقة معناها ان صفر على سيجما فينال وفي كل مره نضربوها في اكس لي تي اللي راهي هنا ونعمروا الجدول. اذا هذا اللي درناه في الدرس لكن هنا فقط المطلوب اثبات هذه العلاقه. الان نمشوا الى السؤال الموالي. اذا قال لنا نعم السؤال 6000. اذا كنا في 5 الان 6. في اللحظه تي 1 كانت الناقليه النوعيه للمزج هي 5.1 ملي سماس على السنتيمتر. مطلوب هو حساب تقدم التفاعل عند تلك اللحظة. إذا هنا فقط تعويض عددي في العلاقة السابقة. إذا عدنا السيجما هذه تساوي 5.1. إذا ألف إذا 6000 حساب إكس عند تي واحد. إذا إكس عند تي واحد وش تساوي؟ إذا تساوي السيجما عند تي واحد على سيجما فينال في ان صفر. هنا تعويض عددي هذه عطاوها لنا اللي هي 5.1 وسيجما فينال عطاوها لنا في التمرين في نص التمرين ها هي 9.1 سيجما فينال. اذا على 9.1 هنا ما نحولش لان الوحده هذه تختزل مع هذه في ان صفر اللي هي 3.7 في 10 اس ناقص 3 مول. اذا نحسبه راح نصيبه اكس يساوي بالتقريب 2 في 10 اس ناقص 3 مول. ثم السؤال الموالي ب استنتج كتلة هذا المركب اللي هو 2 كلور و 2 ميثيل بروبان غير مميهة عند هذه اللحظة. إذا حنا قلنا هذا المركب راه يتميه ولكن التميه نتاعو راه بطيء معناه نقدروا في هذه اللحظة اللي حسبنا عندها سيجما واحد وحسبنا عندها الآن إكس لي تي واحد أي التقدم عند هذه اللحظة نحسبوا كذلك شحال مازال ما تميهش من هذا المركب. إذا راح نمشوا مباشرة إلى جدول التقدم.
إذا في جدول التقدم الكتلة اللي مازال ما تميهتش نستخرجها دائما من الخانة الانتقالية، لكن هنا في الخانة الانتقالية لدينا كمية المادة، بمعنى هذه ان صفر ناقص اكس عن تلك اللحظة تمثل ماذا؟ إذا تمثل كمية المادة لهذا المركب اللي مازال ما تميهتش. لكن نستنتج كمية المادة، نستنتج بعد الكتلة لأن لدينا علاقة بين الكتلة وكمية المادة. إذا نجاوب على السؤال هذا، إذا حساب أو استنتاج ب استنتاج كتلة سمينا هذاك المركب RCL غير المميهة عند اللحظة اللي عطاوها لنا اللي هي تي واحد. إذا من جدول التقدم، من جدول التقدم نحسب أولا ماذا؟ كمية المادة غير المميهة. إذا كمية المادة غير المميهة لهذا المركب بطبيعة الحال نسميها فرضا ان. إذا المادة تساوي ان صفر ناقص اكس، هذه من جبناها من جدول التقدم، حيث اكس هنا عند هذه اللحظة اللي هي تي واحد. إذا ان ماذا تساوي؟ إذا ان صفر هي 3.7 في 10 أس ناقص 3 ناقص اكس، هذه اللي حسبناها اللي هي 2 في 10 أس ناقص 3. إذا 2 في 10 أس ناقص 3، إذا راح نصيب ان ماذا تساوي؟ إذا راح نصيبها تساوي إلى 1.7 في 10 أس ناقص 3 مول. إذا هنا حسبنا كمية المادة اللي مازال ما تميهتش، لكن في المطلوب هنا هو الكتلة وليس كمية المادة. ولدينا الآن كمية المادة ماذا تساوي؟ تساوي الكتلة على الكتلة المولية. هنا نخرج الكتلة واش تساوي؟ تساوي هذه في هذه، معناه كمية المادة في الكتلة المولية. نديرو تعويض عددي، راح نديرو هنا مثلا. إذا لدينا ان تساوي الكتلة، أو عفوا الكتلة ان تساوي كمية المادة اللي لقيناها هي 1.7 في 10 أس ناقص 3 في الكتلة المولية، راه معطوها لنا في آخر التمرين لهذا المركب هي 92.5 غرام على المول. إذا في 92.5، إذا سنجد أن الكتلة تساوي إلى 0.15 غرام، 0.15 غرام، وهي الكتلة غير مميهة في هذه اللحظة، في اللحظة تي واحد. إذا كان هذا تمرين حول متابعة طريق قياس الناقلية، أتمنى أن يستفيد الجميع. إذا انشر الفيديو حتى يستفيد غيرك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.